أنا سعيدة جدا أن أضم صوتي إلى صوتكم في مستقبل عالمنا من المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم العالم أجمع متأثر بشكل غير مسبوق بوباء الكورونا، وكل تركيز المجتمع العالمي منصب على كيفية محاربة هذا الوباء ومواجهة الكارثة الإنسانية والاقتصادية الناتجة عنه. ومنذ بداية هذا الوباء اختفت الأمراض غير المعدية من سلم أولويات العالم. فهذه الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية والسكري مسؤولة عن فقدان فوق 41 مليون شخص سنوياً حول العالم. فالآن خيارنا الوحيد أن نكرس كل جهودنا وعقولنا وإمكانياتنا لمحاربة هذا الوباء المؤقت، ولكن بنفس الوقت يجب علينا ألا نتجاهل الأمراض التي تهدد كياننا وحياة الملايين بشكل دائم ومستمر.